شكرا ليك كابتن شوبير مع كابتن وائل جمعه بعد نهايه المباراه. كابتن وائل برحب بيك ونقدر نقول مبروك. لسه في شوط تاني، اللعيبه خارجه كاننا خارجين بين شوطين فعلا، مفيش اي معالم فرحه. ادينا شوط مثالي كمباراه يعني، خرجنا بالهدف وان شاء الله نصعد في السنغال. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بالكابتن شوبير والضيوف اللي معاه. ويعني الحمد لله طبعا قطعنا جزء، ولسه الجزء الاهم والاكبر والاصعب ان شاء الله يكون في السنغال، بس احنا لعيبتنا رجاله باذن الله وقادرين ان احنا ان شاء الله نكمل مشوارنا ان شاء الله اللي احنا ماشيين فيه. كمجريات مباراه، شفت النهارده المباراه ازاي؟ واكيد انت اكيد نقلت خبرات كبيره النهارده للاعبين في هذه المواقف والمباريات الصعبه دي. يعني مباراة صعبة طبعا جدا جدا، عارفين الفريق اللي احنا بنلعبه، عارفين امكانياته، عارفين اللعيبة اللي عندها. فريق منظم جدا، فريق قوي جدا، انما احنا معانا مدرب محترم، مدرب فاهم بيعمل ايه، ولعبهم بالطريقة اللي احنا الحمد لله قدرنا نحد من الخطورة بتاعتهم بشكل جيد. كنا منظمين في اوقات كتيرة من المباراة، يمكن خطورتهم الوحيدة كانت في الكرات الثابتة، وده برضو نتيجة عدم الخبرة في بعض اللحظات من بعض اللعيبة، تسببت في ان احنا بنرتكب فاولات في اماكن صعبة شوية واماكن عملت خطورة علينا. انما غير كده الحمد لله كنا منظمين، لعيبة لعبت بروح، وهي دي روح منتخب مصر اللي شفناها في كاس العالم، شفناها في كاس الامم، وشفناها في المباراه النهارده، ونتمنى ان شاء الله انها تكمل باذن الله معانا المباراه اللي جايه، وهي زي ما قلت الخطوه الاهم والاصعب، ونوصل كاس العالم باذن الله اللي هو حلمنا كلنا وحلم اللاعبين. يعني ترتيباتنا بقى من دلوقتي من نهايه المباراه الى وصولنا للسنغال ان شاء الله. اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللي ما لعبتش النهارده بتتمرن في الملعب دلوقتي، وعندنا تمرين بكره باذن الله، وتمرين بعد بكره باذن الله قبل السفر على طول، ونتحرك من القاهره هنا الساعه 4 طيارتنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنبقى في المونديال، وان شاء الله مصر في المونديال بامر الله تعالى وبدعوات الناس وبتوفيق ربنا لينا. احنا بس محتاجين التوفيق زي ما حصل النهارده كده في بدايه المباراه، وبدانا المباراه بشكل مميز جدا، كنا موفقين في الهدف الحمد لله اللي جاي، ونتمنى ان التوفيق ده يكمل معانا المباراه اللي جايه ان شاء الله. مكسر الجماهير النهارده صراحه حقيقي عملوا مجهود رائع، بنشكرهم جدا طبعا على المسانده والدعم، وهو ده جمهور منتخب مصر اللي حاسس باللعيبه وحاسس بان احنا كبلد محتاجين فرحه. فان شاء الله ربنا يكرمنا في الخطوه اللي جايه، لسه ما يعني مش عايزين نعيش في فرحه او نفكر في اي حاجه تانية غير ان احنا لعبنا شوط ولسه شوط تاني. شكرا بيك وان شاء الله هنسعد ان شاء الله باذن الله. شكرا محمد، شكرا كابتن شوبير. لقاءنا مع كابتن وائل جمعه، لكن خلينا نوضح كمان ان اللاعبين فعلا مع خروجهم بعد نهايه المباراه مفيش اي شيء على وجوههم، كانهم بين شوطين وداخلين غرفه الملابس عشان يريحوا للشوط التاني. ان شاء الله باذن الله تكمل للصعود في السنغال. كابتن شوبير معك الان الكلمه، تفضل.